اهلا وسهلا فيكو في برنامجكو انقطع الخط ومعانا اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك برعي. يا مرحب. من كفر المعياس. ما هو الجواب باين من عنوانه. قصدي بلدياتي واحسن ناس. تفضل يا برعي. انا عندي سؤال محياني من زمان يامي. طيب اسال سؤالك يا برعي عشان اجاوبك عليه. وايه اللي حصل لامه المليار؟ ليه تقسمني كده؟ سؤال مهم. شوف يا برعي، الموضوع قديم وفي تفاصيل يامي. اي نعم، احنا نعبد رب واحد ونبينا واحد وقبلتني وحدي، لكن الموضوع الخلافه من بعد الرسول كان فيها اختلاف يامي. يعني ايه اللي حصل بالظبط؟ في منيهم بيقول الخلافه شوري، وزي ما حصل في سقيفه بني سعيدي وتدخل فيها الجن وقتلوا سعد بن عبادي. اصل عمر قال لهم اقتلوا سعدا، قتله الله، الشهاده لله، هو ما قتلهوش، هو حرض عليه وبس. طيب والشيعه رايهم ايه؟ اما الشيعي فبيعتقدوا انه الخلافه تكليف من الله لعلي بن ابي طالب، وبيعتمدوا على ايات من القران زي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومنه كمان حديث غدير خوب، ده الحديث متواتر عندنا وعنديهم، لما الرسول خد بيد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورفعها كده لسنه وقال اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله، واحنا مخذولين والحمد لله. شفت ربنا نطقك بالحق ازاي؟ دي دعوة امي لي، كانت دايما تقول ربنا ينطقك بالحق. اديني نطقت بالحق، وعشان كده انا بقولها قدام العالم كلتهم، انا تشيعت لآل بيت النبي. انا كنت بهزر معاك تقوم تشيع؟ امال لو كنت بكلمك بجد كنت هتعمل ايه؟ مفيش غيره، هو ابن الرفضي. انا اعرف بيقول لهم ايه؟ الحقوا برعي يا عباد الله، برعي تشيع. رز في سقيفه بني سعيد. هو ما فيش غيره، اتاريه غاسل مخك، اصله سره باتع. الحقوا برعي يا عباد الله، برعي تشيع.